مرحبا بك عزيزي المشاهد في هذا الفيديو، ومرحبا بك في قناتي مجتمع دوائك. إن شاء الله في هذا الفيديو سوف أكون جد سعيد بأن أقدم لك دواعي استعمال دواء كلوزابيكس، وأيضا احتياطات أثناء الاستعمال وأضراره والتحذيرات حول هذا الدواء. فقبل أن أبدأ في هذا الفيديو عزيزي المشاهد، أدعوك للاشتراك في القناة، وذلك لكي يصلك كل جديد. ورجاء ادعمني بالضغط على زر لايك لهذا الفيديو، فهي تحفزني وتدعمني على عمل المزيد من الفيديوهات. فنحب أن ننوه أن جميع المعلومات المرتبطة بالأدوية والوصفات والخلطات ليست بديلة عن زيارة الطبيب المختص. لا ننصح أبدا بتناول أي دواء أو وصفة دون الرجوع إلى الطبيب. فبالنسبة لدواعي استعمال دواء كلوزابيكس، فكلوزابيكس هو عبارة عن دواء مضاد للدهان، وفي معالجة المشكلات العقلية كالإصابة بالهلاوس، ويستعمل في معالجة اضطرابات المخ والأعصاب، ويستعمل للحد من الأرق والإجهاد البدني، لكن بجرعة محددة يقوم الطبيب بتحديدها تبعا للحالة. وقد يلجأ الطبيب النفسي له في معالجة المخاوف والحديث الغير مفهوم، وهو من الأدوية المستعملة في السيطرة على الدهان، وأيضا في معالجة الاضطرابات الفكرية. فأيضا لدواء كلوزابيكس، والذي مادته الفعالة هي الكلوزابين، فله تأثير يشعرك بالدوخة، وفي الوقت نفسه فهو فعال في معالجة مرض الفصام إذا لم تجد باقي الأدوية الفصام في تحسين الحالة أو أحدثت أثار جانبية غير محمودة، وفي معالجة الاضطرابات الأعصاب والمشاعر، وينصح باستعماله كمنوم بدون الرجوع إلى الطبيب لضمان سلامتك. أما بالنسبة لجرعة دواء هذا الدواء وكيفية الاستخدام، فيجب عدم البدء في استعمال الدواء بصورة يومية بدون الرجوع للطبيب، وذلك لتجنب حدوث مشكلات صحية. فعادة ما ينصح الطبيب بتناول أقراص كلوزابيكس مرة أو مرتين في اليوم. يقوم الطبيب بوصف الدواء فترة أسابيع، ويجب عدم التوقف عن تناوله من تلقاء نفسك، والالتزام بالجرعة اليومية بحرص لتجنب حدوث مضاعفات. فلا تتوقف عن تناول الدواء حتى إذا شعرت بتحسن، فعليك سؤال الطبيب أولا عن كيفية التوقف عن الدواء. فدواء كلوزابيكس 25 ميليغرام، فعادة ما تستخدم هذه الجرعة كجرعة أولية، أو قد يبدأ الطبيب بجرعة 12.5 ميليغرام مرة في اليوم أو مرتين، ثم ينصح بأخذ هذه الجرعة مرة في اليوم أو مرتين تبعا للحالة، وهما يحققوا 300 ميليغرام كجرعة تراكمية في الدم. فأيضا نجدها بفئة 100 ميليغرام، فاستعمال الدواء بجرعة أولية 25 ميليغرام في اليوم فقد لا يعطي فعالية بعد وقت، وهو ما يضطر الطبيب إلى رفع الجرعة اليومية لتصل إلى 50 ميليغرام أو 100 ميليغرام مرة أو مرتين في الأسبوع. والجرعة القصوى من دواء كلوزابيكس هي 900 ميليغرام في اليوم الواحد. فقبل تناول العقار يجب إجراء الفحوصات وتحليل الدم. فقبل البدء في تناول العقار، سوف يأخذ طبيبك تاريخك المرضي، وسيطلب نتائج تحليل الدم لمعرفة عدد كريات الدم البيضاء وما إذا كان طبيعي أم لا. وبعد التأكد من سلامة الدم سيصف الدواء، وبعد انتهاء العلاج سيقوم الطبيب بعمل صورة دم كاملة. أيضا قد يسبب الدواء نقص في عدد كريات الدم البيضاء، وهو ما سوف يتابعه الطبيب المتابع، وعادة ما سيطلب التحليل كل أسبوع طوال الثلاث شهور علاج بالدواء، وبعض الأطباء ينصحون بعمل صورة دم كاملة مرة كل شهر.
في حالة نقص عدد كريات الدم البيضاء عن حدها الطبيعي، فسوف يقوم الطبيب بمساعدتك في رفعها مرة أخرى. وقد يطلب الطبيب رسم قلب لفحص ساحة القلب وانقباضه. وإذا تسبب الدواء في شعورك بدوار، فانتظر بعد الوقت عند الجلوس أو الوقوف. أما بالنسبة لأضرار دواء كلوزابيكس، فيمكن أن يسبب الدواء مشاكل في الأعضاء الداخلية وأجهزة جسم الإنسان إذا لم يتم أخذ الجرعة اليومية بشكل صحيح أو تناول جرعة مضاعفة. ويجب سؤال الطبيب عن الأعراض الجانبية المحتملة وكيفية التصرف عند حدوث كل منها. ومن ضمن تلك الأعراض نجد الشعور بغثيان وإصابة بقيء مع الإحساس بألم في الرأس. أيضا قد يصاب الشخص بإمساك شديد أو جفاف حاد. أيضا قد يصاب برعشة لا يمكن السيطرة عليها. أيضا يعاني بعض مستخدمي الدواء من مشاكل في التبول أو الإغماء فجأة بدون سبب. أيضا بعض المرضى يصابون بالتهابات وإحمرار البشرة خاصة مع تناول كميات كبيرة من الدواء. أما بالنسبة للإحتياطات أثناء استعمال دواء كلوزابيكس، فيجب معرفة أن الأدوية من الأشياء الخطرة والتي لا يمكن تناولها من تلقاء نفسك، بل يجب أخذ الدواء بناء على تشخيص سليم. وتوجد بعض الاحتياطات التي عليك الحذر منها أثناء استعمال دواء كلوزابيكس أقراص، ونجد من ضمنها: لا تستعمل الدواء إذا كنت تعاني من حساسية من مادة الكلوزابين أو أي من مكونات الدواء. يجب عدم أخذ الدواء من قبل الأطفال تحت عمر 16 عاما لعدم وجود أبحاث كافية حول استخدامه في مثل هذه المرحلة العمرية. أيضا إذا كنت قد عانيت من حساسية للأدوية تحتوي على نفس المادة الفعالة. أيضا إذا كنت تأخذ أدوية لمعالجة الصرع أو الأزمة القلبية أو أدوية معالجة للحالات النفسية أو أدوية الضغط المرتفع. أيضا إذا كنت تستعمل الأدوية المهدئة والمنومات فلا ينصح باستعمال كلوزابيكس. أيضا إذا كنت مصاب بأمراض في المسالك البولية أو مشاكل في البروستاتا أو أمراض في الجهاز البولي، فأخبر طبيبك على الفور قبل البدء في استعمال أقراص كلوزابيكس بصورة يومية. أيضا لا تستعمل الدواء إذا كنت تعاني من مشاكل قلبية. أيضا يمنع استخدام الدواء من قبل المصابين بأمراض في الكلى أو فشل كبدي أو مشكلات في التنفس. أيضا بالنسبة للمصابين بمرضى السكر وأمراض عقلية. أيضا الحمل، حيث يجب الرجوع إلى الطبيب واستشارته قبل تناول الطعام. أما بالنسبة للرضاعة فلأنه أيضا يفرز في اللبن الأم ويصل إلى الطفل، فراجعي طبيبك. أما بالنسبة للمصابين بزيادة في نسبة الجلوكوز في الدم فيمنع استعمالهم لدواء كلوزابيكس. أما بالنسبة للحفظ والتخزين، فيتم حفظ الدواء في درجة حرارة أقل من 30 درجة مئوية بعيدا عن الرطوبة، ولا تحتفظ بالدواء بعد انتهاء تاريخ صلاحيته. واسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الدواء بصورة تحافظ على البيئة. وهذا الدواء لا يحتاج لحفظه في الثلاجة. نحب أن ننوه أن جميع المعلومات المرتبطة بالأدوية والوصفات والخلطات ليست بديلة عن زيارة الطبيب المختص. لا ننصح أبدا بتناول أي دواء أو وصفة دون الرجوع إلى الطبيب. لا تنسى عزيزي المشاهد الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، وذلك لكي يصلك كل جديد. شفاكم الله.